معاكم في جولة جديدة من برنامج سينما القاهرة. يعني لما واحدة بتكون مثل هذه الفتاة أو سيدة وما تزوجتش. حافظ إبراهيم كان نموذجا للإنسان المصري الممتلئ حياة وعطاء وخصوصا. أهلا بعثت في الحليم. إيه ده يا بق؟ وليه أعمل كده؟ مؤدب صباح الفل يا مؤدب. أصبح التلفزيون نافذة لالتقاء الثقافات والأفكار. القهوة عالم بحاله قايم، فيه اللي قاعد جنب اللي هايم. نستوقفك لحظة ونسألك سؤال محدد، على فين؟ هيا بنا نحلق في أماني وأغاني، فنجد هنا طائر آكل النحل. الموضة اليومين دول هي الأمر، والطلوع للأمر. التلفزيون